من موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الأزمة القلبية وحاضر بحضنا دكتور شهاب حمزة طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع ذات نجموا تكلمونا على 31 380 ألف. دكتور حمزة مرحبا بك بحضنا مرة أخرى. مرحبا جميع المستمعين. عايشك الله يخليك. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكيو على الأزمة القلبية شنية هي كيفاش نجموا نتعرفوا عليها منيش تجي شنو تنجم تتسبب وقتاش لازمنا نمشيو للطبيب اسكو فما تدابير وقائية لتفادي الجلطة ولا الأزمة القلبية هذه وبيان سور نحكيو على العلاج. ما هي تنفسر العبيد شنو هي هالجلطة في القلب اللي تجي ولا الأزمة القلبية كي تجي شنية هي؟ أول حاجة هاجر نحب نشكرك على اختيار الموضوع هذا خاطر موضوع مهم برشا نظرا للخطورة نتاعو على خاطر الجلطة القلبية ولا تصلب الشرايين هو أول سبب وفاة في العالم. دونك حاجة خطيرة وباش نفهموه بالباهي لازمنا نفهموا الوظيفة الأساسية نتاع القلب. أونفيت القلب هو عبارة فما عضلة تقوم بدور مضخة نتاع دم لجميع أعضاء الجسم. وباش المضخة هذه تشتغل بصفة طبيعية لازمها يصير لها تتغذى عن طريق شرايين القلب. إذا ينقص التغذية عن طريق شرايين القلب العضلة هذه ما تقومش بالوظيفة الأساسية نتاعها كمضخة. اللي يصير في الجلطة انه شرايين القلب الشرايين التاجية هذه تكون فيها لوحات تصلب متاع شرايين. لوحات التصلب هذه عندها برشا اسباب اهمها السكري التدخين نقص الرياضة ارتفاع ضغط الدم هذوما الكل يكولون لوحات التصلب وبصفة مفاجئة اللوحة هذه يجي يصير فيها تهرئة ولا التقرح ينجر عنه تجلط متاع الدم. التجلط هذي متاع الدم يعطينا انغلاق كلي ومفاجئ للشريان القلب ونقص متاع تروية العضلة القلب. هذا هو شو معناها الجلطة القلبية ولا الاحتشاء الحاد لعضلة القلب. أسكو الأزمة القلبية هذية عندها نقص إنذار نجم نحسوا بها من قبل ولا تصير كان وقت اللي نحسوا بها شون الأعراض شون نحسوا معناه؟ في بعض الأحيان يكون فما نواقيس خطر بعض الأوجاع متاع القلب اللي تمشي وتجي أوجاع نوع ثقل ولا حرارة في الصدر وقت المريض يبدأ يعمل في مجهود هذه تكون نقص خطر. في بعض الأحيان تجينا بصفة مفاجأة لكن هي تجي سورتو عند العباد اللي عندهم لي فاكتور دو ريسك اللي نقولوا عليهم اللي هما اسونسيلمون الوراثه ولا التدخين ولا السكري ولا ارتفاع ضغط الدم. هذاك علاش العباد هذوما لازمهم يكونوا متنبهين للاعراض كما قلت انت نتاع نقص الخطر ولا الاعراض نتاع الجلطه. باهي قلت دكتور الاسباب الوراثيه اسكو اسونسيلمون اذا كان فما تاريخ عائلي بالاصابه بامراض القلب في العائله اوتوماتيكمون الصغار ينجم يكون عنده مشاكل في القلب والا لا؟ لا سو ني با اوتوماتيك على خاطر فما برشا اسباب هي اللي تؤدي للجلطه القلبيه هذه. من بيناتهم الوراثه سبب من بين اسباب اخرى. اذا الانسان عنده وراثه وما يدخنش وما عندوش السكري وما عندوش الكوليسترول يجم نجمو نحميوه باش ما تجيش الجلطه هذه. وفما ادويه زاده مسهله باش تمنعنا من الجلطه هذه. انت قلت فما ادويه مسهله للجلطه، اسكو فما ادويه نجمو ياخذوها العباد نجم تتسبب في الجلطه والا لا؟ اسوسي مع ادويه اخرى تنجم تتسبب في مشاكل في القلب والا لا؟ في اغلب الاحيان لا. فما ادويه خاصه تنجم تتسبب في الجلطه مش موضوع حديثنا، هي ادويه خصوصيه جدا ومش هي اللي تتسبب في الجلطه، لكن اللي تتسبب في الجلطه هما الامراض كيما السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين اللي لازمنا نبعدوا عليهم. والا اذا انسان يكون عنده سكري كيف ده السكري معدل في البدن يحمي روحه من الجلطه كيف كيف، اللي عنده ارتفاع ضغط الدم ويكون مواظب على الادويه نتاعو ويكون ضغط الدم نتاعو بين 2 و12 و13 هذا يحمي روحه من الجلطات نتاع القلب. به قول قائل دكتور المتابعة عند طبيب والتشخيص متاع الأزمة القلبية قديش زمان نمشيو نعملوا طلع عند طبيب ونتفقدوا القلب متاعنا بور ايفيتي الأزمة ولا الجلطة القلبية هذي؟ بور ايفيتي الأزمة هذي أهم حاجة اون دو اجور سور لي فاكتور دو ريسك، معناتها إذا إنسان عنده ضغط ولا عنده السكري لازم يكون يتبع عند طبيب الاختصاص نتاعو ويكون يزور على القليلة مرة في العام طبيب القلب باش يشوف له التخطيط نتاعو ويشوف فماشي حالات منبهة
وتخوفنا انه يمكن جينا فما تسلب شرايين في القلب. به ساعات دكتور تسمع العبيد يقول لك ما عندوش لا سكر لا دم لا نرفز لا يتكيف لا حتى شيء وصارت له الازمه القلبيه، اسكو تنجم تصير فجاه هكاك ما فماش حتى عوامل خليت الازمه هذيك تظهر والا لا؟ في بعض الاحيان تنجم تصير، مي سي اكسبسيونيل. في اغلب الاحيان يكونوا فما دي فاكتور دو ريسك هما اللي يؤديوا للجلطه هذه. باهي يعطيك الصحه دكتور على التوضيحات هذه الكل. هو الجلطه القلبيه وحاضر بحدينا دكتور شهاب حمزه طبيب مختص في امراض القلب والشرايين. دكتور نعرفوا اللي الازمه القلبيه كريتيك شويه وتفجع وتخوف الناس اللي دايرين بالعبد هذاك وتلقاهم جينيرالمون كي تصير الازمه ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا مع المريض نتاعهم لو طون اللي يهزوه للاستعجال بيان سيغ باش ياخذ معناها اللي يلزمه يتعمل معاه. يقول لك انا شلون كيفاش نتصرف معاه العبد اللي قدامي ولا المريض اللي قدامي اللي صارت له الجلطه؟ اسكو فما حاجات معينه لازم يعملوها قبل ما يهزوه للورجونس ولا اون طونك هما قاعدين يهزوا فيه للورجونس؟ اهم حاجه لازم يمشي للورجونس تري رابيدمون. مي كيفاش باش يفيقوا اللي عنده الحاجات اللي تخلينا نخموا انه فما جلطه في القلب؟ الحاله النمطيه هو فما اوجاع، المريض يكون عنده اوجاع في الحاله النمطيه اللي هي تجينا في 90% من الحالات، اوجاع شديده متواصله، النوعيه نتاعها يجب يكون ثقل والا تكبيش والا حراره على مستوى الصدر، اللي تجم الاوجاع هذه تتنقل على مستوى الفكين، تجم تهبط زادة على مستوى الذراع ولا تجم تمشي زادة على مستوى الكعبين. الاوجاع هذه في اغلب الاحيان تكون مصاحبه لها ضيق نتاع تنفس، يجب يكون مصاحبه لها تعرق شديد والا نوع من الغثيان والا التقيؤ. دونك اوجاع شديده جدا ومتواصله ما توقفش بالكل على المريض وتدوم اكثر من 30 دقيقه في اغلب الاحيان. في بعض الاحيان مالوغوزمون يكون الاوجاع ماهيش نمطيه، خاصه عند امراض السكري ولا المرضى اللي اعمارهم كبار. هيك الوقت المريض يجم يحس شويه اوجاع في البطن والا اوجاع على مستوى الظهر، حاجات ماهيش نمطيه اللي تخلينا المريض اللي عنده السكري كيف يجي الحالات كيما هذوما ماذا به في اقرب وقت يمشي سواء لطبيبه سواء للاستعجال. دونك اللي حبيت ناكد عليه انه اذا تصير الحاله كيما هذه المريض اهم حاجه يتنقل باسرع وقت الى استعجالي والا في احسن الحالات اذا امكن يتحصل على 190 للسامي ويكلمهم يجيو هما كيف يحكي لهم نورمالمون يجيو ديريكتومون ويزوه الاقرب سنتر تكون في استعجالي سواء مستشفى عمومي سواء مستشفى خاص اللي متخصص في القلب والشرايين. وقت يجينا المريض ونشوفوا العلامات هذوما احنا نعملوا تخطيط نتاع قلب والتخطيط يظهر لنا 100% وجود الجلطه ولازمنا ندخلوا المريض في اقرب وقت باش الشريان اللي مسكر هذا نحلوه ويرجع التدفق العادي نتاع القلب باش العضله نتاع القلب تتغذى وما تموتش. باهي اسكو الانسداد هذا ينجم يصير على اكثر من عرق في القلب ولا فما عرق معين هو اللي يصير فيه الانسداد؟ هو يجم يكون انسداد موجود في برشا عروق. مي احنا الحاجه اللي تصير لنا في الجلطه انه مش انسداد، انسداد كلي. معناتها التدفق القلب يوقف بصفه كليه. وهذه حاجة استعجالية جدا إذا خاطر إذا ما نقوموش بالتدخل في تقريبا 50 من الحالات توصل لا قدر الله وفاة المريض. دونك لازمنا نقوموا بتدخل معناتها سريع. التدخل هذا كيفاش يصير؟ سواء يصير نحاولوا احنا نوصلوا لشرايين القلب سواء عن طريق الشريان الكعبي اللي موجود سكون ابل لاغتيغ غارديان والا الشريان الفخذي سكون ابل لاغتيغ فيمورال ونطلعوا بانبوب حتى المستوى شرايين القلب. وقت نوصلوا لشرايين نتاع القلب فما اسلاك خصوصيه نحاولوا نعديوها اترافير الانسداد هذا باش نحلوا الانسداد ومن بعد نستعملوا سواء دي بالون سواء سكون ابل لي ستانت اكتيف الدعامات الذكيه باش نحلوا شريان القلب وننقذوا المريض ونخليه العضله تتغذى من جديد ويوصل لها الاكسجين ويوصل لها السكريات. باهي اسكو فما طريقه اخرى نجموا نحلوا بها الانسداد هذه بخلاف الطريقه اللي انت ذكرتها توا؟ بخلاف سكون ابل اونجيو بلاستي بريمير اللي هو التدخل القلبي العاجل.
فما طريقة زادة باستعمال بعض أدوية زادة خصوصية. لكن الطريقة هذه مجدية في 30%. احنا إذا ما يكونش عندنا الإمكانية باش نعمل التدخل العاجل هذايا نجمو نستعملوا بعض أدوية اللي تعطينا نتيجة في 30% من الحالات، ما كان ما عطاتش الفايدة الدواء نتاعها ديريكتومون المريض نهزوه دونز ان سونتر اللي يجم يعمل العملية هذه. الحمد لله يا ربي كما قلت لك نجر حكينا شوية في الموضوع هذايا في تونس الحمد لله عندنا لي ستركتور نيسيسار سواء في المستشفيات العمومية سواء في المستشفيات الخاصة المتخصصة في القلب والشرايين باش نعملوا التقنية هذه وتكون عندنا اون ايكيب ميديكال حاضرة باش يصير التدخل في معناتها في ظرف سريع جدا. والسرعة هذه مهمة برشا على خاطر الوقت، نقولوا احنا الوقت هو العضلة، نخسروا الوقت نخسروا العضلة نتاع القلب ونجموا نخسروا المريض. باهي الله لا يقدر ان شاء الله ما نوصلوش نخسروا المريض، اما سيغتان مو اذا كان ما نتدخلوش في الوقت باش يصيروا يمكن مضاعفات يا اما على الصحه العامه والا على القلب. شنو المضاعفات اللي تنجم تصير من الحكايه هذه؟ فما مضاعفات عاجله اللي هي اضطراب في دقات القلب، والاضطراب في دقات القلب هذا يولد الموت الفجئي. دونك هيك علاش في بعض الاحيان نخسروا المريض حتى قبل ما يوصل لنا. وهيك علاش نحن ننصحوا المرضى زاده باش يعملوا اسكون ابيل ان ترونسبور ميديكاليزي، من الافضل السامو هي اللي تجيب المريض باش لا قدر الله كان صارت اضطراب في دقات القلب هما اللي يعملوا الشوك وينقذوا المريض قبل ما يوصل لنا. الحاله الثانيه اذا العضله نتاع القلب قعدت مده اكثر من نقولوا احنا من 6 سوايع ولا اكثر من 12 ساعه ما وصلهاش الدم وقف عليها التدفق نتاع الدم، العضله هذه باش يصير لها ارتخاء وباش يصير لها ضعف والمريض باش يتكون عنده قصور في عضله القلب. والقصور هذا شنو ينجر؟ القصور باش يولي عنده ضيق تنفس المريض، يولي حتى كيف يتحرك اقل مجهود يعمله ما عادش يجم يعمله، يولي ضيق تنفس وتعب وارهاق شديد. به دكتور اسكو اذا كان صارت الازمه القلبيه وقتها معناها اسكو تنجم تخلط عليها ازمه قلبيه اخرى في جرتها والا لا؟ دونك ما خذينيش ما داويناش ولا ما خذينيش الاحتياطات نتاعنا. بالضبط تنجم تخلط عليها ازمه اخرى اذا ما المريض ما خذاش الادويه المناسبه وما عملش التدخل الطبي المناسب. باهي دونك بوغ ايفيتي هذا الكون شنو التدابير الوقائيه وشنو العلاج الممكن للجلطه القلبيه؟ انا التدابير الوقائيه حاجتين نحب ناكد عليهم. التدابير الوقائيه ان فوا صارت لنا الجلطه راهو لازمنا نمشيو في اقرب وقت، ما نخصوش وقت بالكل. اذا عندنا اي شك يا اما نكلموا 190 وهو يهزونا للسبيتار ولا للكلينيك والا نمشي لاقرب مستشفى ولا اقرب مصحه مختصه في القلب والشرايين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه التدابير الوقائيه قبل ما تصير لنا الحكايه هذه اللي هي سهله برشا. كما قلنا نرجعوا للاسباب نتاع الجلطه، اذا نحبوا نحميوا رواحنا من الاسباب هذه ناخذوا نبعدوا على المسببات نتاعها. اليوم اسونسيالمون السكري، اذا يكون عندنا السكري مهم برشا باش نتبعوا عند طبيب السكري نتاعنا ويكون السكري معدل 100% ويكون مخزون السكر اقل من 7%. اذا عندنا ضغط الدم مهم برشا زاده باش يكون ما يفوتش 12 13 الدم. في بعض الاحيان يجونا مرضى يقولوا لا الدواء بالكش الدواء يعمل لي مخلفات، انا نقول العكس، اذا المريض ما ياخذش الدواء نتاعو هو اللي باش يعمل له المخلفات. بيان سور التدخين حاجه سلبيه جدا اللي تنجم وحدها تتسبب في الحكايه هذه. ارتفاع نسبه الكوليسترول اذا يبدا يكون موجود لازم المريض ياخذ اون ستاتين باش تخلي نسبه الكوليسترول طايحه في البدن وما يصيرش تصلب الشرايين. الرياضه حاجه خارقه للعاده والبحوث العلميه افتت انه الرياضه معناتها حاجه من اقوى لي فاكتور اللي تمنع تصلب الشرايين واللي تمنع الجلطه القلبيه. باهي اسكو التغذيه عندها دور في الجانب الوقائي والا؟ التغذيه عندها دور كبير على خاطر ارتفاع نسبه الكوليسترول يتسبب في الجلطه القلبيه. إذا الإنسان ياكل تغذية غير متوازنة فيها برشا كوليسترول، اللحوم، الزبدة، الأجبان، وإلا حتى العظام إذا ياكل برشا عظام والكل، هذا يعطينا ارتفاع في نسبة الكوليسترول اللي يؤدي للسمنة ويؤدي اللي يؤدي للتصلب الشرايين، وهذا الكل من أسباب تصلب الشرايين. بالنسبة للجانب العلاجي يا دكتور، كيفاش نجموا نعالجوا الأزمة هذه؟
الو الجانب العلاجي التجلط الحاد ولا الاهتشال هذا العلاج هو علاج تدخلي قلبي في اسرع وقت واهم حاجه هي العمليه الجراحيه هذه اللي هي مش جراحيه عمليه تدخليه كما قلت لك في اغلب الاحيان نقوم بها من الشريان الكعبي معناتها لاختيغ ديال اللي نوصل بها للقلب باش نعملوا العمليه نتاع القلب هذه والحمد لله احنا في تونس كما قلت لك عندنا دي ستركتور بيان ادابتي وبيان اورغانيزي باش يعملوا عمليه التدخل هذا. بين قصدي بعد التدخل هذا اسكو فما تريتمون ياخذوه باش يقعد القلب يخدم بلوز او موان باش يؤدي الوظيفه نتاعو اللي سيبوزي هو يؤدي. فما بعدين اون فوا صار التدخل فما دواء المريض ما تزموش يقص عليه بالكل باش يمنع تكون تصلب الشرايين في شرايين اخرى ويمنع زاد تجلط الدم والجلطة القلبية. الدواء هذا ياخذوا على طول وقاية اللي هو ومع الدواء هذا باش يكون عنده مراقبة مستمرة ولصيقة مع طبيب نتاع القلب نتاعو باش يثبت انه ما ترجعش الحالة والشرايين القلب ما عاودش رجعوا لهم الانسداد. باهي يعطيك الصحة دكتور على توضيحات هذه الكل ونبداو مع أول تليفون من تونس معنا مريم مرحبا بك مريم. عسلامة عدو عسلامة. مرحبا لله تفضل. مرحبا بكم مرحبا بالدكتور. مرحبا مرحبا ربي كنت نسمع في البرنامج نتاعكم حبيت نتدخل بخصوص بابا انا بابا صارت له جلطه ديبوي جانفي 2020 وكنت نسمع ونعرفه كما نعرفوا العباد الكل اللي يتكيف والا عنده ضغط دم والا عنده سكر والا عنده حاجه يكون اكثر عرضه هذوك بابا لا عنده لا ضغط دم لا عنده لا سكر لا عنده لا يتكيف بيان كل شيء هو يلعب في السبور ديجا نهار اللي صارت له جلطه هو ديجا يلعب في السبور وقتها مشى يلعب سبور ومن بعد مشى الحمام في قربص وحس بشويه قلق كي روحنا لهنا هزينا ديرجونس بعثوا ديرجونس للوبيتال دونك من وقتها قالوا له راه صارت لك جلطه وعملوا له معناها من غير شقان من غير حتى شيء وين كومونس سو ريتابليغ بشويه بشويه اما بعد صارت له ابي دونك الماء في الواري وعاودت عكرت صحته وعاودنا هزيناه للكلينيك ولا باسي بلوسك موا غادي كل مره يقولوا له القلب ضعيف راهو الرويري ضعفت وقتها وتنفخت ساقي هذا قالوا لنا علامه من العلامات نتاع الو ابي ورتاح شويه تقول له مامون سافا السؤال نتاعي هو اسكو سا تدخل على خاطر هو مش ترتيب نتاع ستانت على خاطر صارت له جلطه وحس بالتعب ال 11 نتاع النهار ما ركبوا له ستانت كان لو لوندومان 17 صباح هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي حبيت نسال عليها هي العظمه نتاع القلب قديش البورسنتاج اللي تخدم به خاطر بوغ لو مومون قاعدين معناها الكارديولوج اللي تبع معاه يقولوا في 35% اسكو حاجه عاديه ولا لا والحاجه الثالثه التونسيون معناها الدم اللي نقيسوه احنا العبد العادي يكون في 12/7 12/8 هو تو في 8/9 معناها ينا با ديباسي اسكو باش يقعد ديما هكا ولا لا هذوما لي تخوا كيستيون باهي نشكر مريم على الاسئله اللي طرحتها. الوغ كيما قلت لك معناتها فما عوامل مؤديه في بعض الاحيان ما فماش عوامل، ما بالكش زاده تكون فما وراثه، ما نعرفش فما وراثه والا لا في العائله. الوراثه توا في عائلته في خواته عندهم حاجه كيف ما قلتها لك النيفو نتاع الكوليسترول نتاعو مانتوني هو يعمل ديما في دو ديلون باغ باغون والطبيب نتاعو معناها ما وصلش قالوا راه لازم تاخذ دواء على الكوليسترول ولا حاجه قالوا من السكر والماكله نتاعك لازم تكون منظمه سلايس تبعد على اللحم تبعد على الزيت على العظم الحاجات اللي تقوي شويه في الكوليسترول وهو منظم بالكدا في الجانب هذا. هذا عنده دخل كبير يا مريم على خاطر الوراثة عنصر محدد وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يتسبب عامل من به الجلطة في القلب هذاك علاش تو حاليا ولينا احنا نعطيو أدوية على الكوليسترول اللي هي القوة متاعها كبير برشا ويجم حتى ينقصنا في نسبة الكوليسترول في الدم بأكثر من 60% باش نحميو المرضى متاعنا من الجلطات هذه دونك هكايا نفهموا علاش الوالد صارت له الجلطه. الحاجه الثانيه اللي قلت عليها واللي اكدنا عليها من ساعه هو اهميه التدخل السريع والقيام بالتدخل القلبي في وقت ماذا بينا يكون اقل من 6 سوايع. ماذا بينا يكون حتى في الساعه الاولى. التدخل مالوغوزمون في الحاله نتاع الوالد صار مخر برشا.
دونك من 11 متاع الصباح ل 6 متاع الصباح تقريبا اكثر من 18 ساعه باش صارت، وهيك علاش العضله متاع القد القلب معناتها ضعفت برشا وتعبت وبارتي منها، ولا ما عادش قابل باش يقوم بالفونكسيون نتاع البامب ميوكارديك. فما البورسنتاج اللي سالتني عليها مريم زاده اللي حابين تفسرها لكم، شو معناها كيف نقولوا 35% ولا 50% نسبه العضله؟ معناتها احنا القلب كيف يجي الدم بار اكزومبل يجي 100 مليليتر دو 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 سون، il va éjecter en général الثلثين 65 مليليتر. هيك علاش نقولوا نسبة العضلة 65%، النسبة العادية تكون ديما أكثر من 55%. في الحالة نتاع الوالد باسكو صارت له جلطة العضلة ضعفت ولات 35% اللي هي الحقيقة نسبة ضعيفة شوية واللي لازمها أدوية باش تتقوى. وسألتك على التونسيون دكتور، قالت لك قاعدة 8 9 حاجة منك، اسكو سي نورمال باش تاخذ كل التونسيون؟ هذه حاجة ثانوية، عادي جدا أنه كيف تكون العضلة ضعيفة التونسيون تطيح. والحاجة الثانية أنه نعطيو أدوية باش نحميو العضلة، الأدوية هذه في نفس الوقت تطيح من التونسيون. مي التونسيون حاجة ثانوية كومبليتمون، أهم حاجة أنه المريض يواظب على الأدوية نتاعو باش العضلة تكون تكون معناتها محمية وتتحسن، نجمو من 35% نزيدو نحسنوها شوية شوية. الحاجة الباهية زادة أنه تكون تعرف يا مريم أنه موجودين أدوية يعاونوا، وتو في تونس فما أدوية انضافت للخزينه نتاع الادويه اللي موجوده اللي هي زاده معناتها تعاون برشا وتو ولات منذ اسبوع ولا اسبوعين ولات متوفره في الصيدليات وتعاون اكثر واكثر المريض. باهي العضله نتاع القلب دكتور اذا كان تهبط النسبه نتاع الفونكسيونمون نتاعها تنجم بالادويه تنجم تعاود بليز اومون تسترجع ال 65 هذوكم اللي حكينا عليهم ولا ال 50% اللي حكينا عليهم ولا سا ديبون انت والحاله. مي اهم حاجه احنا بالنسبه لنا كي تكون 35% انه ما تزيدش تدهور. ما تهبطش تحت. ما تزيدش تدهور، وفوار مام فما ادويه حتى تكون بال 35% المريض يجم يعيش حياه عاديه وينقص له ضيق النفس اذا ياخذ الادويه اللازمه. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. نمشيو لرادس معنا ناديه، مرحبا بك ناديه. عسلامة الله يعينكم. الله يهنيك. الله فيكم على الموضوع. ربي انا نحب نسال، انا عندي بتي بروبليم في القلب وبشرت معناها دي كارديو وكل شيء. تو الحمد لله مع الاخرين فهمت بلوز موا اللي هي الحكايه اكثر منها ضغط، معناها مش حاجه اورجانيك، عملت تساور وكل شيء. مي حبي الاسئله، اول سؤال هو اني ما تقبل كنت صغيره كنت نمشي للمعنيش ديما نلبس في الجرانيت هذيك. حبيت اسالك تنجم تكون سبب من الاسباب لو بشي بروبليم اللي عندي هو يجيني برفين هكا كيما تحس عضله ترف عينك ترف هكا نحس القلب يبدا يلف وبعد هكا كانه طاح، عرفت طاح في كرشي هكا وانا قاعده ما نعملش حتى افاق، فهمت؟ بديت بشوي بشوي تكسر معناها حتى وليت عملت لي انت ستريس، وليت نخاف، وليت نحس روحي وقتها باش تجيني جلطه ولا حاجه نبدا ديما ستريسي. هذاك يزيد كل ما نحس بالستريس كل ما يزيد الفريكونس نتاع هذاك الكريز اللي تجيني معناها. وتوا الدواء اللي ناخذ فيه هو اخفت حاجه واقل حاجه ما نجمش نذكر اسماء الدواء، مي ناخذ فيه على اساس الطبيب عطاه لي ناخذ نص حربوشه في الصباح نص في الليل، قال لي كان تحسش القلق تنجم توقف تاخذه كان اون كا دو هكا كريز. انا نخدم اونسينيونت هو هذاك اش قال لي؟ قال لي معناها من الضغط نتاع التعليم وكل شيء. تو انا في العطله وسنونتي باش كي نبدا سافا ما عندي حتى شيء لاباس، وكي هكا جد باش نضغط شويه هكا ولا تجيني حاجات جديده يرجع بطريقه قويه، فهمت كيف؟ وليت نخاف معناتها نقول زعما هي ثنيتي للجلطه ولا لا، مع شويه زدت في الميزان، كنت ترينا قبل ديما الادوليسونس كل نترينا وكل شيء، توا مع الصغار ما نجمش نترينا نقص، نترينا شويه ونقص، فما نجمش نعمل ريتم هكا باش نشد فيه سبور ولا حتى في المارش، عندي بيبي وكل شيء دونك ما عرفتش شنو اللي نجم نعمله. اسكو بالحق ما تاذي وليت نهلوس وليت نحس روحي ماشي في سنيه الشرطه معناها. يا ناديه مرحبا بك ساعه قبل كل شيء. يعيشك ما عندكش من شنو تخاف باسكو مشيت لطبيب القلب انت وعملت بيلا وظهر انه قلبك سليم، دونك ما عندكش من شنو تخاف. تو سكي فجعه تو سكي ستريس وحده ما يجمش يعطينا جلطه، دونك ما تخافش منها الحكايه بالكل. باقينا الحاجه اللي لازمك تعملها انه معناتها ما تخليش روحك ما تعملش رياضه، ما تخليش روحك
فما زيادة في الميزان، على خاطر هذا الكل على مدى السنوات باش بشوية بشوية يجم يتسببنا في تصلب الشرايين. دونك ما ننصحكش بحاجة أخرى بخلاف الرياضة وتخفيف الميزان. وما تخافش من الجلد. بيه هو جوستومون دكتور ساعات احنا حتى في لونجاج نتاعنا يقول لك واحد من الفجعة قلبه وقف مات. اسكو الفجعة وإلا الخوف الشديد ينجم يتسبب في الأزمة القلبية وإلا لا؟ في أغلب الأحيان لا. في أغلب الأحيان لا، ما يجم يتسبب في بعض الأحيان. فجعت نجم تتسبب في بعض الاحيان ما تفجعوش بعضكم انا من تطلع في الالعاب المخيفه. بيعطيك صحه دكتور. نمشيو لتوزر معنا ناجيه. مرحبا بك ناجيه. نجيت بنتي مسالش كيف كيف مسالش ليه عاد نسميوك باسمك لاله. نجيت مرحبا بك نجوته. مرحبا بنتي قوي صعبك وربي يعاونكم ونحمو بخير الدكتور معاك ونسمحك. مرحبا لاله تفضلي. عايش بنتي عندي راجلي بنتي جيت حاشيكم جلطه من قبل في معناتها جلطه قلبيه في عندها توجيه مده 4 سنين 5 سنين حاشا بنتي معناتها ومش فاهم معناتها تغيب وقاموا بالواجب وكل شيء اما توجيك هو رجع للدخان يتكيف وعنده ضغط الدم هو من قبل فهمت وساعه ساعه توجيك ولات له كل كحه فهمت بنتي ويعالج ويمشي للطبيب يعمل كونترول وكل شيء وساعات يقول لي عندي بدة هكا في صدري حاشيكم تو وعنده كحه تجي هكا هو بنتي حبيت نسأل الله يخاف ما حبش ينحي الدخان وربي يهديه. ربي يهديه وينحي الدخان خاطر هذاك هو سبب المشاكل الكل. اما الدكتور يزيد يفسر لك. هذاك سبب المشاكل بنتي هذاك هو بنتي حبيت نسأل وخايفه والله لا ترجع له ولا حاجه. حتى عيلته قالوا له ليه؟ نعم بنتي. قلت لك لطف عليه لطف عليه. لطف جيت ربي قوي يساعدك عايش بنتي. عايش كاي تفضل دكتور. اي مهم برشا مهم برشا انه يبطل الدخان. جاتو حاله كيما هذه لازم يكون واعي انه تجم تتسبب له لا قدر الله في معناتها في مشاكل كبيره في الصحه نتاعو. الحمد لله ما تسببتلوش. دونك من تو يقي روحه ويبعد شويه على التدخين ويجم يبدلوا بشويه رياضه تجم تشجعوا دون سو سونس لا. امشي وعملوا مارش مدام نجيت وسعوا بال بعضكم شدوا دينوا بعضكم وسعوا بالكم وامشيوا شويه وعملوا شويه رياضه. يعطيك صحه دكتور. نمشيوا لابن خلدون معنا ريم. مرحبا بك ريم. الو عسلامة. مرحبا بكم يعطيكم الصحة على على البرنامج هذايا. مرحبا ديما نتبع فيكم. مرحبا يا لالا. مرحبا يعيشك عايشة. تفضل. حبيت نسأل الدكتور أنا عملت قبل معناتها تجيني دوخة ويدق قلبي سيرتو كي نعمل شوية إيفور فهمت يدق قلبي بالقوي بالقوي ومنين دوخ نحس بدني كامل ترخف فهمت مشيت عديت الكل مام حتى طبيب نفساني معناتها مشيت حتى طبيب قلت له بدك يعني عندي حكايه والكل طبيب قال لي الشيخ ضاغط والكل زاد بعثني طبيب نتاع قلب فهمت مشيت عملت بيلون كامل وتحاليل والكل شو نقول لك يا ربي عملت زاد تصوير على قلبي عرفت القلب كل طرف وحده عملوها عملت راديو فهمت هيك قال لي طبيب قال لي لاباس بالعمل كي قال لي طبيب قلبك لاباس انا قلت له مانيش لاباس كيفاش انا لاباس وديما ندوخ وتصير لي هكاك فهمت بالعمل طبيب ولا يصحق اول وحده تقول لي يعني هكا وانا نقول لها لاباس تقول لي مش لاباس فهمت وقالت لي الحكايه يا بيبي اقل شويه كما قال كان تحكي تو المدام اللي قبل الاخره كيف بالضبط اللي اقل شويه ضغط كي اقدر نقول منهم مره قلبي قلت قف فهمت اللي معمول لي الماء وبارفان وكل ويتقطع لي انت سيرتو في الليل. باهي يا ريم انت توك مشيت طبيب القلب وقال لك ما عندك حتى مشكله في القلب. نعم. من بعد ما مشيت لطبيب القلب وطمنك انه ما فما حتى شيء حتى مشكله رجعت لطبيب النفساني نتاعك ولا لا باش يعطيك الدواء؟ مشيت لطبيب نفساني قلت له راهو قال لي مدام ضغط وكل بالكش عندك مشاكل بالكش عندك ما عطاكش شويه دواء. اعطاني باركسات ما غير ما نسميوه اسمه باركسات ما نسميوه اي اي خدت الدواء اللي عطاه لك هذا تحمل شويه وقت باش يعطي النتيجه نتاعو بطلت وانا نقيت بلا جمله فوالا مالا انا جبت ريوت بابا ميت والكل جيت هكا ضغط شويه اما انا من قبل ندوخ من قبل يموت بابا انا عندي الحكايه هو هذا سي سكو نابيل لو سيندروم بسيكوسوماتيك معناتها الضغط النفسي الكبير يجم يولد اوجاع على مستوى القلب باسكو القلب لاباس عليه تو لازمك ترجع للطبيب النفساني نتاعك باش يعطيك ادويه مناسبه اللي ينقص لك من الضغط ونحي لك الاوجاع هذه. باهي يعطيك الصحة. يعيشك دكتور. باهي وحاضر بحدنا دكتور شهاب حمزة طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. معنا سعيدة. مرحبا بك سعيدة. عسلامة بنتي. مرحبا لالا تفضل. يعطيكم الصحة البرنامج القيم والله قاعدين تفيدوا فينا.
مرحبا والله مش رمي ورود. ربي يخليك وربي يبارك لك. هذيك الله يفضلك يعيشك بنتي. انا معلم قاعده. ايه انا عندي تعاملات عملت جلطه زوج عروق في الوي وانفخته. باهي عملت جلطه وعندك زوج عروق مسدودين هكا؟ ايه عملت بيتان عملوا لي بيتان خاطر جبتي من غير ما من غير حتى صامت سجوني جبتي جلطه. هل كنت وقت مخيب في السير هرجع يستنبت في نزيعة تنسي؟ أي؟ عملت بون أنا قبلنا بعام عندي طلعت لي مرة قعدت لي عملت مسيلة متاع القلب وقلت لي تنسيون أعطاني دي تنسيون وديت حمص الدم. حمص الدم ما عنديش فرصة خطة احنا يلي دي تاغرة وعنا حمص الدم وعنا الدنيا كل تنسي؟ أنا عندي توقيت لي مختصر انا عندي توا 40 كنت مرفوعين بالدم كنت دم ستة دم عيني بالدم. عينك بالدم به اي لكن نسيت حق الاسعاف وكل بس لي لسه اليوم شايفي خليت لازم كل فنشات عايت نسيت بعشر الغزات انا نسيت الغزات قلت لي خلي نسيت غادي خير فهمتي؟ اي فهمتي؟ اي. هي تقول لي ما نعرفش عاد انا ينبرا نقرا على الكبير نتاع القلب خاطر قريب انا نعمل كذا طرق. هي تقول لي عندي كونترول. اس من الدم ولا من حاجه اخرى ولا جات تحس عندي شويه تكبير. يجم يكون زاد من الادويه اللي تعمل السيوله نتاع الدم. ما عادش انت تشرب في الاسبيجيك والادويه هذوما ولا اي صوتك مش واضح برشا يا سعيده. طيب ما نبعد شوي نبعد نورمال ماي. اسالك الدكتور اسكو تشرب في ادويه تسيل الدم ولا لا؟ عندي وعندي قلب القلب نتاع القلب وحبيت نتاع خاطر عملت عام بدل الكل. من المستحسن تتصل بالطبيب القلب نتاعك باش يثبت لك الادويه نتاعك ويشوفها ماشي علاقه بين الدواء والنزيف اللي صار لك. هي تواصل دمي ماذا بيا يدعو لي انا خاطر قال نتاع الغاز الطبيب نتاع الغاز باهي يعطيك الصحة يعطيك الصحة سعيد ان شاء الله باللطف عليك. دونك ترجع للطبيب نتاعها وهو يفسر لها الحالة نتاعها بالضبط. اسكو دكتور فما شكون يسأل فينا اسكو الأزمة القلبية تنجم تتسبب في شلل نصفي مثلا للعبد خاطر جينيرالمون يقول لك العبد قلبه وقف استنقط نقولوا الكلمة اللي احنا نقولوها اسكو تنجم تصير والا لا؟ لا هذوما حاجتين مختلفين تماما. فما فرق بين الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية هي اللي تتسبب في الشلل النصفي في الشلل النصفي والمشاكل هذوما. مي يجم يكونوا زاد مرتبطين بعضهم. علاش؟ على خاطر الانسان اللي تكون عنده تصلب في شرايين القلب لازم يجم يكون زاد عنده تصلب في شرايين الراس. فوالا دونك مي حاجتين مختلفين. يعطيك الصحه دكتور. نمشيو للزهره معنا لطيفه. مرحبا بك لطيفه. مرحبا بك عسلامة. عسلامة لالا. كراديو اللي بحذاك كراديو انا اسمع اسمع بس خلينا نفهموا بعضنا. كراديو اللي بحذاك لطيفه سكروا امان وسمعني كان التليفون سكر الراديو عاش يا جهين. نجري يجري يا جهين سكر الراديو باش نسمع صوت لطيفه بالكدا. اي لالا تفضلي. باهي هي تفضلي. صحيتي صحيتي يا جهين. اي لالا لطيفه. امين. احكي لي انت والله الحمد لله يا جرين. دكتور عسلامة مرحبا بك. عايش ربيعي. انا مريضه عندي حشيك السكر عندي طوفي عندي فقر الدم عندي الحديد طايح هذوما الكل ميتها. لطف عليك. بعد مشيت للطبيب نتاع القلب مش لازم نسميهولو. عطاني دواء قاعده دواء نجم نسميه ولا لا؟ لا من غير ما نسميه دويات لطيفه. في ساعه في ساعه جوست باش يخلط الطبيب يجاوبك. اي باهي باهي. اعطاني دو وقعدت ياخو فيه فضوى. ومن بعد قال لي راهو عندك عروق مسدودين في القلب لازم نعملوا لي ومن بعد
كملوا فين عملي الاولاني في وسط العمليه في وسط التسريح وكل شيء تعبت له انا وقف علي التسريح فهمتني؟ اي اي قال للحاج قالوا راه ما نجموش نكملوا لك هاو خليها ساعه ترتاح شويه ومن بعد مده توا نرجعوا نقدر لك بعد قال لي ليه راك ما تنجمش نسرح لك العرق ليك الاخر قعدت هكيك كل مره ساعات نتقلق والماء لازمنيش مشيت لحاجتك بيم كليوي قال لي ما لازمكش تشرب برشا ماء على خاطر قلبك القلب طلع له برشا ماء عندي فيه الماء فهمتني هذاك اللي مقلقني سؤالك شنو هو توا لطيفه خلي الدكتور ياخذ تجاوبك خاطر ما عادش عندنا وقت تفضلي قلت له اللي فما مدام لطيفه في بعض الاحيان وقت ما نجموش نركبوا الدعامات هي في الاحيان هذه فما نحاولوا بالدواء دونك فما ادويه تاخذهم الطبيب نتاعك يحاول يعدلهم لك باش باش الدم يحسن تدفق الدم في عضله القلب وكان الدواء هذايا ما عطاتش المنفعه نتاعها هيك الوقت فما حاجات اخرى نجموا نحكيوا فيها ونجموا نعملوها. باهي يعطيك الصحة. دونك تاخذ الدواء مدام لطيفه وتشوف مع طبيبك. باهي ان شاء الله باللطف عليك مدام لطيفه الله يخليك، سينو احنا مكملين حتى كش النص نهار مكملين بالحاجات المزيانه والحلوه الكل.